أهلا وسهلا فيكم بهالفيديو اللي رح نحكي فيه كيف نظهر المعلومات الخاصة بجهازنا من حرارة كارت، حرارة السي بي يو، وكمان استخدام السي بي يو واستخدام الكارت والفريمات أثناء اللعب. طبعا شو رح نستفيد من هاي الحركة؟ رح نستفيد انه احنا رح نقدر نعرف حرارة الكارت والسي بي يو واستخدامهم وكم بنجيب فريمات، على اساس انه لو صار اي خطأ اثناء اللعب واي قطعة ارتفعت حرارتها نعرف وين المشكلة ونعرف نحلها. اذا كان الكرت مثلا ترتفع حرارته او السي بي يو ترتفع حرارته، نعرف انه مثلا في مشكلة بالمراوح في واحد من هاي القطع او مشكلة في معجون التبريد. طبعا قبل بداية الفيديو راح احكي عن برنامج مهم جدا تستخدمه عشان تقلل فيه البينج عندك. زي ما انتم ملاحظين مثلا عندي في لعبة سي اوف ثيفز معروف سيرفراتها سيئة جدا، وزي ما انتم ملاحظين هاي البينج كان قبل استخدام البرنامج وهي البينج بعد استخدام البرنامج. اذا كنت حاب تعرف اكثر عن البرنامج رابط الفيديو تحت الوصف، وزي ما انتم شفتوا الفرق كبير وشاسع بين البينج قبل وبعد. تمام اصدقائي، نبدا بالفيديو. اول شيء احنا محتاجين ننزل برنامجين. اول برنامج اللي هو راح نكسر فيه السرعه وراح نظهر البيانات اثناء اللعب، MSI Afterburner، والبرنامج الثاني اللي هو الهافن بنشمارك اللي انا بثق فيه لما اضغط كرتي اكثر من اي برنامج للضغط. طبعا روابط تحميلهم راح يكونوا تحت الفيديو بالوصف، ادخل على المدونه وحمل البرنامج اللي بدك اياه. بنثبتهم على جهازنا الاثنين وبنفتح برنامج MSI Afterburner. اول ما نشغل البرنامج رح نيجي نعلم هاي هون نضويها، رح تكون مطفية. طبعا رح نشغلها على اساس انه البرنامج اول ما نشغل الجهاز يشتغل مع تشغيل الويندوز. طبعا رح نيجي على الاعدادات من هون. اول شيء بدك تعمله انك تغير شكل البرنامج لانه رح يكون معطيك اياه بطريقة سيئة، واحدة من هاي الاشكال السيئة. فانت اختار واحدة من الاشياء اللي بالنص، يعني مثلا اللي انا مختارها او هاي او اي واحدة، مثلا ممكن هاي جدا جميلة كمان. تعمل ابلاي وبتغير شكل البرنامج. طبعا هون بتختار مثلا لسه على اليوزر انترفيس، بتختار التمبرتشر تكون سيليسيوس مش فارنهايت او اللي بريحك، والتايم فورمات خليها 24 ساعة، عفوا 12 ساعة مش 24 ساعة. تمام، حاليا نرجع من البداية على الجنرال. اول شيء محتاجينه انه احنا نحط صح على ستارت وذ ويندوز وستارت مينيمايزد ونحكي له ابلاي من هون. ثاني شيء محتاجين انه نروح على الفان هون على اساس انه احنا نفعل الفان كيربتشر. بنختار من هون انيبل، طبعا راح تكون مطفيه، بنختار انيبل بيظهر لك هالمربع. من هون بتحدد سرعه المراوح الخاصه بالكرت تبعك. تمام، زي ما انتم شايفين بالاسفل هي حراره الكرت وعلى اليسار هي سرعه المراوح. مثلا عندي هون انا لما تكون حراره الكرت مثلا خلينا نحكي 45، بين ال 50 وال 45، بين ال 50 وال 40 عفوا، 45 تقريبا. لما تكون 45 بدي المراوح تكون شغاله بسرعه 28%، وهكذا. بامكانك تحدد كل النقاط هاي، بامكانك تمسكها وتحركها بهالشكل. مثلا بدي حرارة الكارت لما توصل 70 هون بدي اياها انها تكون المراوح شغالة مثلا على 70%، مثلا زي ما احنا شايفين 70 ب70، وهكذا. طبعا بعد ما تحدد هاي الامور تحكي له ابلاي من هون. طبعا انا بدي اعمل كنسل عشان ما بدي اخرب هاي الفان تبعي انا، اللي حاب انه يعمل زيه اللي بريحه. ولكن انا عامل الفان زي هيك لانه كرتي انا تهويته كثير سيئة، لانه الكرت عندي اكزوست سيستم بسحب الهواء بمروحة واحدة وبطلع الهواء خارج الكيس، فبيكون جدا حار. فلهون انا بحتاج اني اقلل حرارة الكرت. راح احكي لكم كيف تقللوا حرارة الكرت باستخدام البرنامج. تمام، حاليا راح نيجي للمهم اللي هو مونيتورينج من هون. طبعا زي ما انت ملاحظ كل هاي الامور بامكانك انك تظهرها اثناء اللعب. راح تيجي تظهر الاشياء اللي بتهمك. طبعا مثلا جيبيو تمبرتشر هون اللي هي حرارة الكرت، فبنختارها وبنختار من هون شو ان اون سكرين ديسبلاي، نحط عليها صح. طبعا بامكانك تظهرها بعده اشكال، اما انها تكون كتابه او تكون جراف اللي هو يعني جراف زي مثلا نفس شكل تبع المراوح هون، بيكون جراف عندك زي هيك على اللعبه، وفي تخطيط زي تخطيط القلب بظهر لك الحراره الخاصه بالكرت لما تختار الجي بي يو تمبرتشر. هون عندك جي بي يو يوزج مثلا اللي هو استخدام الكرت. طبعا انا راح احكي لك الاشياء اللي انا مظهرها عندي فقط، وانت بامكانك تظهر اللي بدك اياه. الجي بي يو يوزج اللي هو استخدام الكرت، طبعا بنحدده وبنعمل له شو. هون عندي انا الميموري يوزج، استخدام الميموري الخاص بالكرت، مضلله طبعا ومفعله. هون عندي مثلا الكور كلوك اللي هي سرعه الكور الخاصه بالكرت، نفعلها او مظهرها. الميموري كلوك نفس الموضوع. الفان سبيد اللي هي سرعه المروحه او المراوح الخاصه بالكرت، وكمان انا مظهر السي بي يو يوزج او استخدام السي بي يو. طبعا كيف بعرف اني انا مظهره؟ لانه هون زي ما انت شايف مكتوب جنبه ان او اس دي اللي هي اون سكرين ديسبلاي، فلو اجي هون مفعل، ولكن لو اجي مثلا على هاي مش مفعله. تمام، ننزل نشوف شو في كمان عندي. مثلا مظهر انا السي بي يو كلوك، سرعه السي بي يو او الكلوك تبع السي بي يو، ومظهر كمان الرام يوزج، استخدام الرام، ومظهر الفريم ريت. طبعا الفريم ريت ممكن يكون عندك مطفيه ما عليها صح، فانت بتحط صح بتختارها وبتحكي له شو ان اون سكرين ديسبلاي. طبعا هيك امورنا تمام، احنا اظهرنا الاشياء المهمه. باقي الاشياء مش مهمه بالنسبه لك، ولكن اذا حاب تظهرها
وحاب تعرف عنها أكثر، روح اقرأ عنها واظهرها عشان تعرف شو هي. بعد ما نخلص بنحكي له أبلاي. طبعا كل شيء بنعمله بنحكي له أبلاي من الأسفل. رح نيجي على شيء مهم هون اللي هو On Screen Display. رح نيجي على أول خيار اللي هو Toggle On Screen Display. طبعا هاي الخيار من خلاله بتحدد زر أو زرين أو ثلاث أزرار، لما تكبسهم مع بعض بتظهر أو بتخفي المعلومات اللي أنت بدك إياها. فبكبسة واحدة بتظهر المعلومات، بالكبسة نفسها بترجع بتختفي. فعشان هيك احنا رح نختار توجل مش شو ولا هايد. التوجل بتحط لها كبسة معينة، انا حاط لها مثلا كنترول زائد الت زائد زائد اللي موجودة على يمين الكيبورد جنب الآلة الحاسبة اللي هي على يمين اخر الكيبورد. فلما اضغط كنترول الت وزائد بظهر لي اياهم او بخفيهم، تمام؟ وهيك امورنا طيبة، ما في اي اعدادات اخرى، بنعمل اوكي وهيك صار عندنا البرنامج موجود جاهز. حاليا نحكي عن تخفيف حرارة الكرت اثناء اللعب لو كرتك بيحمى زي كرت. زي ما احنا ملاحظين في عندنا هون اشي اسمه الباور ليميت والتيمب ليميت. طبعا انت راح يكونوا عندك اوطى من هيك، ممكن تكون على الصفر، ما بتذكر كيف بيكون الكرت بالشكل الافتراضي او الاعدادات الخاصة بالبرنامج عفوا. طبعا انت راح يكون في عندك هون لينك مربوطات مع بعض زي ما انتم ملاحظ. لو نغير الانترفيس لحظة بس عشان يكون الموضوع اسهل، لانه ممكن غيركم ممكن انتم عندكم يكون الانترفيس بيختلف، فصورة اللينك بتكون مختلفة. يعني مثلا بتكون بهالشكل زي ما انت شايف، زي الحديدة الخاصة بالجنزير. فبامكانك تعمل لينك او ان لينك. لينك لما تعلي وتوطي الباور الحرارة بتعلى وبتوطى، اللي هو التمبرتشر ليميت او حد الحرارة. لما نفك الارتباط تقدر تعلي وتوطي الباور لحال والحرارة أو حد الحرارة لحال. فمن خلال حد الحرارة راح تتمكن أنك تتحكم بحرارة كرتك. يعني مثلا أنا بحكي له هون 75 مثلا، لما البرنامج يشوف أنه كرتك بده يتعدى 75 درجة مئوية مباشرة لحاله راح يقوم بتقليل سرعة الكور الخاص بالكرت وسرعة الميموري الخاصين بالكرت. يعني أنت بهاي الحركة راح تضحي بالFPS أو بعدد الFPS. يعني مثلا لو كانت اللعبة على فرض بتجيب لك 100 FPS، لما نقلل الحرارة هون اللعبة ممكن تنزل ل 95 90 FPS. ليش؟ لأنه عندك هون الكور كلوك والميموري كلوك نزلوا، لأنه البرنامج اتحكم في سرعتهم، نزلهم على أساس أنه يحافظ لك على حرارته. لأنه أنا كرتي بعاني من حرارته بوصل 90 وأنا بلعب، فبضطر أني أنزله هون، فعندي الكور كلوك والميموري كلوك بنزلوا. فبالتالي أنت هيك بتضحي بأداء الكرت مقابل الحرارة، ولكن هيك طبعا بنحافظ على عمر الكرت اكثر لانه حرارته ما بتضل عالية. تمام، حاليا بعد ما نخلص ونحدد الحرارة اللي بدنا اياها، لو حابين نحدد الحرارة بنحكي له من هون صح. طبعا الباور ليميت عليه على الاخر، خليه 110 ونعطيه صح. تمام، حاليا كسر سرعة الكرت. كسر سرعة الكرت راح نكسر سرعة الكرت هون على الكور وعلى الميموري. فهون راح يكون عندك انت صفر، وهون كمان راح يكون صفر. تمام، ما راح يكون عندك اي اعداد موجودة، فهيك انت راح تكون اعداداتك الافتراضية. زي ما انتم ملاحظين لما نزلتهم لصفر على السريع الارقام تغيرت هون زي ما انتم شايفين. تمام، حاليا عشان نكسر سرعه الكرت انت ابدا هون ب100 وابدا هون ب100 وبلش زيد 15 او 20. يعني المره اللي بعدها خليها 120 خلينا نحكي. طبعا كل مره بتعمل فيها بنحكي له صح. تمام، هسه حاليا عشان تختبر الكرت بتختبره من خلال برنامج هيفن بنشمارك اللي راح اكون تارك لك رابطه ايضا داخل مدونتي، راح يكون عندك بهالشكل. طبعا راح نيجي على الاعدادات بشكل سريع. انا ما بستخدم هاي البرامج حتى اتاكد من كرتي بعد ما اكسر سرعته، لانه ما بتفيدني انا شخصيا، ولكن انا افضل انك تستخدم هيفن بنشمارك لانه افضل من جميع البرامج تقريبا اللي موجوده لضغط الكرت. طبعا راح تيجي هون على الاعدادات، انسى اللغه وانسى البريسيت وانسى الاي بي اي. الكواليتي هون اختارها الترا، هون اعملها اكستريم، المالتي مونيتور وال3 دي انساهم، هون اعملها اكس 8 على رقم، وخلي الامور زي ما انت شايف هون عندي وبتعمل رن. تمام، بعد ما تحط ارقامك داخل برنامج ام اس اي افتر بيرنر وتكسر الكرت. طبعا زي ما انتم ملاحظين راح يكون عندي هون على اليسار الامور اللي انا اظهرتها. تمام، لو نضغط الكبسه اللي انا محددها اللي هي كنترول الت زائد اختفت، كنترول الت زائد رجعت ظهرت. تمام، حاليا هيك احنا بننتظر على الكرت مثلا نحكي 10 دقائق، اذا ما كرش بنروح على الارقام. خلينا اسكر بس البرنامج، بنروح على برنامج ام اس اي افتر بيرنر وبنزيد الارقام. مثلا بنزيد هون مثلا زي ما حكينا 20، بنزيد هون 30 20، زي هيك بتبلش تطلع بالارقام شوي شوي. طبعا لحد ما يوصل الكرت انه يكرش. كيف بكرش؟ الكرت لما يكرش بعطيك شاشه سوداء. طبعا بعد ما يعطيك شاشه سوداء راح يعطيك مربع مكتوب فيه جرافيك كارد كراش وانه عمل ريسيت. فانت بتحكي له اوكي ما تخاف ما راح ياثر على كرتك. طبعا راح ترجع برنامج ام اس اي افتر بيرنر، راح تكون هاي الارقام موجوده نفس ما هي نفس ما انت حددتها، ولكن طبعا هي بتكون راجعة للافتراضي. يعني انت الارقام بتشوفها موجودة هون، ولكن هي بتكون راجعة للافتراضي اصفار. فانت هون تيجي بتقلل العدد، مثلا انا كان عندي 120 لما كرش، فبنحكي له مثلا 115.
وهون نفس الموضوع بنبلش نقلل في العدد. إذا ما كرش بنبلش نطلع في الأرقام، إذا كرش بنرجع بالأرقام لورا. تمام، ليش أنا ما بستخدم برنامج هيفن بنشمارك أو غيره مع أني نصحتك في هيفن بنشمارك؟ طبعا ما بستخدمه أثناء فحص الكرت أو ضغط الكرت عشان أتأكد أنه بكرش بعد كسر السرعة. ليش؟ لأنه أنا عندي الكرت لما أعمل ضغط للكرت باستخدام هيفن بنشمارك أو غيره، الكرت ما بستخدم كامل الكور كلوك والميموري كلوك، فلهيك ما راح يكرش معي أثناء الضغط. كيف أنا بتأكد 100%؟ بفتح اللعبة اللي أنا بلعبها، مثلا في حالتي فالورنت بفتحها، بفتح الامساي افتر بيرنر، بحط الأرقام وببلش أتمشى في اللعبة، أرمي أبيليتيز يمين شمال، أعمل أي شيء عشان مثلا إني أحرك استخدام الكرت، أزيد استخدام الكرت. طبعا هون إذا كان في مشكلة في الأرقام اللي أنا حطيتها أو كانت زيادة عن اللزوم وكرتي ما بتحملها بكرش، بعطيني إنه الكرت كرش، فباجي هون بقلل الأرقام. يعني زي ما حكينا نزلنا ل 115 ل 110 وهكذا، وهون نفس الموضوع بنقلل رقم رقم. يعني مثلا نزلت هون ل 115 لسه بكرش، برجع باجي هون بنزل مثلا خلينا نحكي ل 95، بعطيه من هون صح على اساس اني اكد الاعدادات، فبروح برجع مثلا بفتح اللعبه اذا ما كرش بزيد شوي، مثلا خلينا نحكي هون 97 نزيد هون مثلا، طبعا بختبر على 97 115 ما كرش، فمعناته بعرف انه المشكله مثلا كانت في الميموري كلوك، فبزيدها مثلا خلينا نحكي 98، رجعنا وصلنا ل 100 مثلا كرش، فمعناته انا عندي هون المشكله هي في الميموري كلوك مش بالكور كلوك، فانا هون بعرف انه حد الميموري كلوك مثلا كان 97. تمام، نعمل صح، بعدين بنبلش نطلع بالكور كلوك لانه كرش عندي على 100 ميموري كلوك، فبنشوف حاليا نختبر الكور كلوك، فبنضيف مثلا كنا 115 بنخليها 120 وبنختبر هيك، اذا ما كرش بنزيد كمان مثلا 130 140 150، ما كرش بنضلنا نزيد. طبعا في حال كرش بنبلش ننزل بالرقم شوي شوي لحد الرقم اللي كرشنا عنده، بننزل لبعده برقم او برقمين او بخمسة، طبعا حسب انت كيف كرتك وكيف بتحمل كسر سرعة. تمام، حكينا حاليا عن تقليل حرارة الكرت، كيف تظهر المعلومات، كيف تكسر سرعته. طبعا لفي بعض الاشخاص اللي عندهم كروت اعلى من كرتي، مثلا كروت 1600 جي تي اكس 1600 فاكثر، وكروت ار تي اكس 20 فاكثر لحد 30، بامكانك تكسر سرعة الكرت بشكل آلي من خلال انك تكبس الت وزد وتدخل على جي فورس اكسبيرينس، تيجي على خانة بريفورمانس هون او الاداء، وطبعا زي ما انتم ملاحظين هون بريفورمانس تيونينج اللي هي بحكي لك انه هي فقط بتدعم كروت جي تي اكس 1600 فاكثر و ار تي اكس 20 فاكثر، فمن هون راح تيجي تعمل كسر لكرت السرعة، راح يظهر عندك كبسة هون تكبسها، فيش غيرها الكبسة الوحيدة تكبسها وبتنتظر عليه يعمل لك كسر لسرعة الكرت. طبعا الموضوع بأخذ فترة طويلة هون، ممكن من نص ساعة لساعة، فانت بتعمل كسر للكرت من هون اذا كان عندك كرت 1600 فاكثر، وبتنتظر عليه، ما تسكر البرنامج، تنتظر عليه لحد ما يخلص. طبعا عيب هاي المشكلة انه انت لما تكسر الكرت ما راح يكسره بكامل قوته، يعني راح يكسر فقط الكور كلوك، راح يزيد على الكور كلوك، اما الميموري كلوك هون راح تضل صفر ما راح تنزاد، هيك على حد علمي انا. اذا كان عندي اي خطا في هالمعلومه صححوا لي اياها رجاء تحت الفيديو بالتعليقات. فانا افضل انك تكسر من خلال امساي افتر بيرنر. وكمان معلومه اخرى انه اذا كان عندك كرتك 1600 فاكثر راح يكون عندك هون علامه مكبر على يسار برنامج الامساي افتر بيرنر على اساس انه يكسر لك اياه اليا، فبتكبس عليها بعطيك مربع وبيحكي لك انه ابدأ بعملية الكسر، برضو بتنتظر عليه لحد ما يزيد الاعداد ويبلش يفحص لك يمين شمال ويعرف لك شو هي الاعداد المناسبة لكرتك. طبعا كسر السرعة من هون آليا كويس، ولكنه بأخذ فترة طويلة برضو من نص ساعة لساعة، فلهيك انا بفضل اني مثلا اكسر يدويا حتى لو كان كرتي بدعم انه ينكسر آليا من خلال جي فورس اكسبيرينس او الافتر بيرنر، بفضل اني اكسر يدويا وابلش اطلع وانزل بالارقام لحد ما اثبت على رقم ما يكرش فيه كرتي اثناء اللعب. طبعا معلومه بسيطه انه انت اذا كنت مقلل هون التمبريتشر او حد الحراره، لما تكون كاسر السرعه ممكن كرتك برضو يكرش لانه انت هون مقلل حد الحراره، فلما تقلل حد الحراره احنا حكينا الكرت او البرنامج بيمنع الكرت انه يستخدم كامل الكور كلوك والميموري كلوك، فلهيك انت بتكون مقلل الحراره والبرنامج بيعمل حد او ليميت للكور كلوك والميموري كلوك، فلهيك بتصير في عندك كراشات مرات مش دائما. فانت اذا كنت حاب تكسر الكرت لازم تكون هاي فل والباور ليميت فل. تمام، هيك ان شاء الله احنا بنكون خلصنا كل الامور وحكينا عن كل اشي بهمك لكسر الكرت، لاظهار معلومات الجهاز اثناء اللعب وحرارته،
وكيف تقلل من حرارة الكرت إذا كان كرتك بيحمل مثل الكرت. ولهون أصدقائي أنا بكون انتهيت من الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وأفادكم. لو عجبك وأفادك لا تنسى دعمي بلايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد من الفيديو. كلكم بشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.